أبدأ من القاهرة مع الدكتور حامد. دكتور، كل عام وأنت بخير بداية، وسؤالي في البداية، إذن العالم يترقب اليوم قمة بروكسل لمناقشة هذه المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي، ولكنها قمة غير رسمية. هل طبيعي أن تعقد قمة غير رسمية قبل القمة المقررة في نهاية الشهر الجاري؟ أهلا بحضرتك الأستاذة آية العزيزة، وكل سنة وسيادتك والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بكل خير، وضيوف القاهرة الإخبارية وأيضا ضيوف القاهرة الإخبارية. في ظني وتقديري أن هذه القمة انعكاس حقيقي لحالة كبيرة من القلق بيعيشها القادة في أوروبا نتيجة صعود اليمين المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، خاصة أن هذا الصعود في ظني وتقديري لم يكن مفاجئا، ولكن كان هناك مؤشرات حقيقية أكدت على أن اليمين المتطرف في طريقه ليتصدر المشهد الانتخابي في أوروبا، خاصة بعد انتخابات إيطاليا وصعود اليمين المتطرف في أوروبا وعلى رأسهم في إيطاليا يعني جورجيا ميلوني، وأيضا في المجر وبالإضافة إلى باقي الدول الأخرى. وبالتالي خسارة الانتخابات فيما يخص ألمانيا وفرنسا جعل هناك حالة كبيرة من التوتر داخل الأوساط السياسية وداخل اليساريين في أوروبا، على اعتبار أن هذه القمة من المفترض أن تكون تمهيد للقمة الرسمية التي تنعقد في 27 و28 من هذا الشهر، وأيضا هناك ثلاث كتل كبيرة هي قادرة على حسم المشهد في هذه الانتخابات. أتحدث عن حزب الشعب الجمهوري الذي حصل على 184 مقعد، أتحدث عن الاشتراكيين الديمقراطيين الذين حصلوا على 139 مقعد، بالإضافة إلى تجديد أوروبا والذي حصل على 80 مقعد، وبالتالي عدد هذه المقاعد يصل إلى قرابة 403 مقعد من أصل 720، وبالتالي هو يسيطر بشكل كامل على الأوضاع الانتخابية وعلى ما ستفرزه الانتخابات في هذه المعضلة. وبالتالي أرى أن من يحصل على 361 مقعد من هذه المقاعد يحصل على هذه الأصوات، في ظل أن هناك يعني إجراءات سريعة تتخذها أوروبا في الفترة القادمة لمحاولة مواجهة اليمين المتطرف بعد ما أقدم الرئيس الفرنسي على خطوة مفاجئة في ظني وتقديري أظهرت أن هناك تغير حقيقي في السياسة الفرنسية، ومحاولة أن يكون هناك احتواء لصعود اليمين المتطرف في فرنسا وفي برلين وفي غيرها من الدول. وبالتالي أرى أن هذه الانتخابات تسعى من خلالها أوروبا إلى محاولة كبح جماح اليمين المتطرف ومحاولة السيطرة عليه.